والحماس بدي اكثر وكل قلوب تعمل هكا والعينين تعمل هكا. والجولة الثالثة تود سويت تبدأ، والسؤال شكون مخصص لفريق الأرنب الجميل. شكون من فريق الغزالة الغزيل يمشي يختار لنا سؤال؟ مؤمن تفضل. غزيل 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 يعطيك الصحة يا مؤمن. تصفيق على مؤمن اللي اختار لنا رقم 21. ورقم 21 يا فريق الأرنب يقول: ما هي عاصمة السودان؟ هل هي جيبوتي، أبيدجان، وإلا الخرطوم؟ مهلة للتفكير. شكون باش يجاوب؟ زادة تشاوروا ما بين بعضكم شكون باش يعطينا الإجابة ونشاركوا بعضنا. مستي شكون باش يعطينا الإجابة من الفريق حمزة؟ عسلامة يا حمزة مرة أخرى. عسلامة ولطف عليك مرة أخرى. عايشك. شنو الإجابة؟ ما هي عاصمة السودان؟ الخرطوم. الخرطوم صحيحة؟ أي كل أسف. والإجابة صحيحة. وفريق الأرنب أصبح عنده 110. 110 نقاط لفريق الأرنب. وشكون الأرنوب ولا الأرنوبة اللي باش يحركونا قطعة الشطرنج؟ مريم تفضل. زوز مريمات. مريم مريمتين. بيدق كلي بيدق. علاش كليت البيدق الأسود؟ كليت البيدق الأسود باش من بعد الخطر. باش تبعد الخطر، معناه هما توا في خطرك يا جماعة الغزالة. مالا استعدوا يا فريق الغزالة، السؤال الرابع عليكم. أكا سليمة مش عاجبها الحال يظهر لي، أما هي باش تجاوب بالصحيح طبعا. نمشي وملافيسة للسؤال الرابع. شكون الأرنوب المزيان؟ والأرنوبة المزيانة باش تحركنا الرولي. تفضل. ليه انت جاوب تشركنيك برشا. نمشيو لمريومة الأخرى. دورنا الروليت. تفضل. تصفيق على مريومة اللي اخترت لنا رقم 15. والسؤال الأخير والحاسم في حلقة اليوم يقول: كم عدد الحروف اللغة العربية؟ أوه كم ما تجاوبوش عليها بالصحيح. عدد الحروف اللغة العربية هو 25، 26، وإلا 28. مهلة للتفكير. انتهى وقت التفكير. شكون باش يجاوبنا او تجاوبنا؟ سليمة المزيانة اللي لابسة فيست الجين مزيانة. 28. 28 عدد الحروف؟ ايه. متأكدة؟ ايه. مش أقل؟ ما نعرفوش نحن حمزة؟ قديش عدد الحروف؟ 28 والإجابة صحيحة. صفقوا على فريق الغزالة اللي أصبح عنده 100 النقطة أخيرا. 105 صفون. صحيتو صحيتو. قديش ولا عنده فريق الغزالة؟ 105 نقاط. تصفيق على فريق الغزالة. يعطيك الصحة يا فريق الغزالة. شكون باش يحرك لنا البيدق؟ أميرة شوفك الآن كيفاش. أنا يلا يا أميرة. أنا يا أميرتي. أنا شنو عملت انت توا؟ قدمت الحصان باش نهاجم. باش تهاجم والقلعة محاصرة وباش يهاجموها معناه. يعني فريق الحلقة القادمة مهمته صعيبة برشا. استعدوا يا أطفالنا الصغار. إيه انتوما اللي قاعدين تتفرجوا فينا راهو تنجموا تكونوا انت
انتم المشاركين والمشاركات في حلقتنا القادمة، يكفي انكم تبعثونا على صفحتنا في الفيسبوك سوستين احييني، او على اي صفحة متاعنا سوستين احييني على كل مواقع التواصل الاجتماعي. عجبتكم اللعبة؟ قديش وصل السكور فريق الأرنب؟ قديش؟ 110. وفريق الغزالة قديش؟ 105. ونشجعوا بعضنا؟ ايه. احنا الكلنا فايزين وفايزات؟ ايه. تصفيق ميلة على فريق الأرنب وفريق الغزالة. قبل ما نختموا الحلقة متاعنا كالعادة والعوايد، نحب كل طفل وطفلة توجه تحية للي تحب عليه. ما تذكرولش العرش الكل نبدا فلانه وفلانه وفلانه. نبدا مريوم اللي مزيانه. نسلم على امي وبابا، نسلم على عائله ماما الكل وعائله بابا الكل، نسلم على صحابي اللي جاوا معايا حمزه ومريم وسليمه وساره، ونسلم زيد على المعلمين نتاعي، ونسلم عليك انت. عايشك، ميرسي بوكو. عجبتك الحلقة؟ اي. عجبتك المشاركة؟ اي. نرجعوا مرة أخرى؟ اي. جيب لي صحابك الكل. اوكي تفهمنا، نمشي نسلقوا سليمة. سليمة شاركت معنا حلقتين، عجبتك التجربة؟ اي. مش تجيب برشا أصدقاء متاعك؟ اي. ليش كنت قدم تحية يا سليمة؟ قدم تحية لأمي وبابا وعائلتي الكل، معلماتي وصحاب. تحية ليهم الكل. ونمشي والحمزة الجميل، ايش كنت قدم تحية؟ نقدم تحية لأمي وبابا وليكم انتوما لكلكم. أهلا كل كلنا. أي. يعطيك الصحة. وصحابي. عايشك. وعجبتك التجربة؟ المعلمين متاعي. والمعلمين متاعك ما ننساوهمش، ما يتغشوش. عجبتك التجربة؟ أي. باهية، شنو تعلمت منها؟ العاصمة متاع السودان. أي. وأصدقائك، عملت أصدقاء جدد؟ أي. برشا؟ مش تقعدوا صحاب ديما؟ أي. تهزوني معاكم ولا ليكي تخرجوا؟ نمشي معاكم. أي. بيه عايش. نمشي والمؤمن الجميل. سلم على أمي وبابا. أي. وعائلتنا والمسؤولين والأساتذة في الكوليج. أي. وصحاب. عائلتكم جملية. أي. وشنو تعلمت اليوم؟ عجبتك التجربة ما عجبتكش؟ وانتي تتنافس انتي واختك ما بعدك فرد فريق. عجبتني التجربة برشا. اكا هو يوسفين برك. نمشي والمريومة المزيانة. نسلم على امي وبابا. اي. وعلى اخويا وعلى عائلتي الكل. اي. والمعلمين وصحابي. وشنو عجبنا احنا في حلقة اليوم؟ باش حاجة اللي هم اعطيني حاجة واحدة. لعبنا وعملنا جو. لعبنا وعملنا جو. ان شاء الله ديما عاملين جو. نمشي وزيدا للمتنافسه الاخيره معانا اميره المزيان. شنو استفدت من الحلقه وعلى شكون تسلم؟ سلم على امي وبابا واخواتي وعائلتي الكل ومعلمية وصحابي. وشنو استفدنا؟ عملت برشا جو وتعلمت برشا حاجات. وكالشطرنج تعلمتوه؟ صعيب هو، أما مش صعيب عليكم. بهي أنا سعيدة جدا إني تعرفت عليكم، محليكم، وإن شاء الله ديما بالتوفيق والنجاح في امتحاناتكم أنتوما وكل الأطفال والطفلات اللي قاعدين يشاهدوا فينا. في الختام تحصتنا اليوم، ما ننساوش نذكروا بسكور متاع فريق الأرنب والغزالة. الأرنب 110 والغزالة 105. الفريق القادم المنافسة كبيرة جدا. ما ننساش في الختام باش نشكر ممولي البرنامج، برنامج أحييني اللي تشاهدوه كل نهار أحد من نص نهار نص نهار ونص على قناة التاسعة، عجيل وتأمينات مغربية في إطار مساهمتهم في المسؤولية المجتمعية للمؤسسات. ومع بعضنا كبصوت عالي نقول للسادة المشاهدين والمشاهدات إلى اللقاء.